اولا في اختلاف بين عقد الايجار وعقد البيع ولا هما الاثنين واحد؟ طيب ممكن نقول ايه، نبتدي نتناقش شويه في عقد الايجار. ايه هي بنود عقد الايجار؟ انا بتكلم عربي عادي. اول حاجه في عقد الايجار ايه؟ اول حاجه بنكتبها ايه هي؟ التاريخ. المفروض التاريخ ده اللي هو بالانجلش ايه؟ ديت. طيب نكتب التاريخ، وايه كمان بعد كده؟ الاطراف. الاطراف دي عندي بالانجلش ايه؟ اسمها ايه؟ parts of the agreement. الاطراف عندنا اسمها ايه؟ نركز عشان احنا هناخد الوردز الاول، بعد كده هنشوف شكل العقد نفسه. طيب ممكن تقولوا لي حتى بالعربي ايه هم parts of the agreement؟ طرفي العقد اللي هم مين؟ البائع والمشتري. لا سوري، ده عقد ايجار. ده ايه؟ المؤجر والمستاجر. لا مش هي هي، المؤجر والمستاجر. طيب حد عنده اي فكره هما بالانجلش عندنا ايه في عقد الايجار؟ ها، المستاجر هيبقى اسمه ايه؟ لسي. المستاجر اسمه لسي. طيب والمؤجر اسمه لسر. يبقى تاني معلش، يبقى احنا دلوقتي عندنا اطراف العقد اللي هم اسمهم ايه؟ انا محتاجه اسمعكم. اطراف العقد عندي اسمهم ايه؟ parts of the agreement. يعني ايه اطراف؟ parts. طيب اطراف العقد انتوا نسيتوا من الواضح الانجليش شويه. اطراف العقد اسمها parts of the agreement. طيب عندي في عقد الايجار المفروض عندي كام طرف؟ طرفين. مين هما الطرفين دول؟ قلنا بالعربي الاول المؤجر والمستاجر. طيب المستاجر اسمه لسي والمؤجر اسمه لسر. طيب ممكن نتكلم عادي كده وقولوا لي ايه هما بنود العقد؟ انا مش هغششكم. ايه هما بنود العقد الايجار؟ انا بسالكم في تخصصكم اهو، ما بتكلمش في الانجليش. بنود العقد ايجار العربي، اول حاجه تمهيد العقد. تمام. طب اول بند عندنا ايه بقى؟ العين المؤجره. تاني بند عندي ايه هو؟ وصف العين المؤجره. يبقى اول حاجه، اول بند عندنا ايه هو؟ انا ليه سامع صوت وحاسه ان مفيش تركيز؟ لا معلش، عشان احنا عدد لازم نسكت عشان نسمع. قلنا اول بند عندنا ايه هو في العقد؟ العين المؤجره. طيب بنكتب ايه في البند ده؟ هو ده بيبقى فيه وصف العين ولا بنقول عنوان بس؟ العين، عنوان العين المؤجره. طيب تاني بند عندي وصف العين. تعالوا نبص على الفورم كده لو سمحت، مش عايزه صوت. طيب اول حاجه عندنا ايه؟ حرر هذا العقد في يوم. يبقى اول حاجه عندي بكتبها خالص في العقد ايه؟ قلنا التاريخ اللي هي بالانجلش اسمها ديت. طيب this contract is made on، وبنبتدي نكتب التاريخ by and between. يعني ايه by and between؟ بواسطة وبين. يبقى بواسطة وبين. أول حاجة بعد كده بنكتب إيه؟ طرفين العقد، أطراف العقد. عندي كم طرف في العقد؟ اللي هم بالإنجلش اسمهم
lessee and lessor أو الأطراف اسمها parties. الأطراف اسمها parties of the agreement. First party أو الطرف الأول عندي اسمه lessee. أنتوا كلكم شايفين كويس؟ كده شايفينها؟ طيب يبقى الطرف الأول تاني اسمه لسي. الطرف الأول عندي لسي والطرف التاني لسر. أهو يا ريت تركزوا عشان إن شاء الله لو في امتحان لازم هتكتبوا عقد. عقد بقى خلاص اسمع اسمع خلص بقى. لا انجلش اكيد مش عربي. طيب يبقى الطرف الثاني عندي اسمه lesser. بعد كده بنبتدي نكتب ايه؟ بنكتب بيانات الطرفين ولا لا؟ نبتدي نكتب بيانات الاطراف. أول حاجة بنقول مستر، بعد مستر بنكتب إيه؟ الاسم. طيب وبعدين إيه هي الإيجيبشن ناشونال آي دي؟ بنكتب رقم البطاقة، بنكتب. طيب يبقى إحنا هنمشي تاني بالترتيب عشان نعرف شكل العقد بالإنجلش وبالعربي. أول حاجة هنكتبها عندنا، أول حاجة ببتدي فوق عندي بيها إيه؟ الديت، التاريخ. بعد كده أطراف العقد parts of the agreement اللي هما lesser and lessee. طيب بعد ما بنبتدي نكتب الأسامي بتاعت أطراف العقد بنبتدي نكتب إيه؟ أرقام البطاقة. إيه هي أرقام البطاقة بالإنجلش؟ أنا ماشي معاكم step by step أهو. Egyptian National ID يبقى رقم البطاقة اسمه Egyptian National ID number. طيب بعد كده المفروض بنبتدي نعمل ايه؟ انا بكبر لكم بس الجزء الانجليش. اول بند عندي ايه اسمه ايه؟ اهو اكبره لكم شويه. اول بند عندي في العقد بقى بنبتدي نكتبه فعلا العين المؤجره. طيب بنكتب فيها ايه العين المؤجرة؟ ها العنوان. بنكتب فيها العنوان. لا لسه الوصف في بند تاني. يبقى اول حاجة في البند الاول العين المؤجرة. يعني ايه بند الاول؟ عشان لما نيجي نكتب العقد بالانجلش بند يعني ايه؟ article. بند يعني ايه؟ article. هوريكم كلمة article ايه. هتاخدوا وقت شوية تفتكروا بس. الكلمة دي معناها ايه؟ الكلمة دي معناها بند. يبقى الفيرست ارتكل او البند الاول بيبقى فيه ايه البند الاول عندنا؟ العين المؤجرة. يعني ايه العين المؤجرة؟ leased premises. leased premises معلش حاولوا تقولوها معايا. premises العين او المكان اسمه premises. اسمه ايه؟ العين او المكان اللي بيتم تأجيرها اسمها ايه؟ اسمها premises. اسمها طب العين المؤجرة leased premises. العين المؤجرة اسمها ايه؟ leased premises. طيب المفروض في البند الأول في least premises أنا بكتب إيه؟ بكتب مكانها. بكتب إيه؟ العنوان. طيب
تفتكروا بعد كده بيجي ايه بعد العنوان؟ بعد العنوان المادة التانية عندي بتبقى ايه؟ البند التاني عندي ايه هو؟ وصف العين. يعني ايه وصف العين؟ يعني ايه وصف العين؟ وصف يعني ايه؟ كلمة وصف يعني ايه؟ description. يبقى description of the premises. كم البند التاني عندي ايه اسمه؟ ركزوا معايا، انا مش هدي بنود كتير عشان اقدر احفظكم البند ده. واضحة قوي ولا مش ظاهرة؟ ظاهرة ولا مش ظاهرة؟ طيب كده ظاهرة؟ كده البند التاني ظاهر عندكم؟ البند التاني كده اسمه ايه؟ description of the premises. description of what? the premises. طيب مفروض ان احنا في البند ده بنكتب ايه؟ ايوه يعني ايه هو وصف العين؟ هنكتب ايه؟ يعني حاولوا تتكلموا كده، ايه هو وصف العين؟ يعني عندي how many bedrooms right؟ يعني مثلا احنا هنقول it has what؟ لو عندي ثلاث غرف نوم هتبقى ايه؟ يعني ايه غرفة نوم؟ bedrooms. طيب وايه كمان؟ وبيبقى عندنا ايه في العين نفسها؟ في kitchen، ها؟ في bathroom، في reception. طيب والليفنج روم. طيب قبل ما ندخل في المادة التالتة، قولوا لي في فرق بين الانتهاء والإنهاء؟ في القانون عندكم في فرق بين الإنهاء والانتهاء؟ طيب قولوا لي إيه الفرق بينهم؟ هو الباب ده ما بيتقفلش؟ الباب ده لو سمحت في صوت. لو سمحت احنا عددنا كبير في صوت. بالظبط كده، اللي حاسس ان هو مش قادر يحضر يتفضل والباب يتقفل لو سمحت. وتاني ان شاء الله كل اللي انا قلته في المحاضرات اللي فاتت هيجي في الامتحان. طيب ممكن نتكلم بالفرق بين الانهاء والانتهاء؟ طيب الانهاء يعني لما حد بيخل باحد شروط العقد. طيب والانتهاء لما تبقى مدة العقد ايه؟ خلصت. طيب هو التأجير من الباطن ده يحصل على اساسه ايه؟ انهاء ولا انتهاء؟ ها انهاء. طيب المفروض ان انا لما اتأخر في دفع الالتزامات الشهرية يبقى ده ايه؟ انهاء ولا انتهاء؟ انهاء. طيب المفروض انه في القانون ينفع اعمل انهاء من غير اي انذار كده؟ طيب المفروض ان يبقى فيه ايه؟ يبقى فيه انذار قبلها بفترة قد ايه؟ في القانون عندنا شهرين ولا ايه؟ على حسب ما هو مكتوب في العقد. طب ولو مش محدد في العقد يبقى ايه؟ انا بسأل بقى في الجزء القانوني. يبقى اقل حاجة شهر صح؟ القانون المصري بيقول ايه؟ قاعدة عامة 15 يوم، لكن 3 شهور
مفيش 3 شهور. طيب حتى لو مش حتى لو غير مذكوره بالعقد، تمام. طيب نرجع تاني للماده الثانيه عشان نحفظ بقيه بنود العقد. الماده الثانيه عندي قلنا ايه هي اسمها؟ ايه الماده الثانيه؟ description. description of the يعني وصف العين. description of the premises. طيب بعد وصف العين المفروض الماده الثالثه عندي هنا تبقى ايه؟ يعني انا خلاص اتفقت على العين المؤجره وقلت العنوان الخاص بيها، تاني حاجه قلت مواصفات العين المؤجره اللي هي description of the premises. اول حاجه lease the premises، تاني حاجه description of the premises. طيب تالت حاجه عندي، الماده الثالثه عندي ايه هي؟ القيمة الإيجارية. هو في عقد إيجار من غير قيمة إيجارية؟ طيب القيمة الإيجارية إيه هي؟ وقبل ما تقولوا اسمها بالإنجلش، هو في فرق بين طريقة الدفع والقيمة الإيجارية؟ إحنا لو بس وطينا الصوت شوية هنستفيد قوي. في فرق بين الدفع والقيمة الإيجارية؟ ها؟ عاوز اعرف الفرق بين الدفع والقيمه الايجاريه. طريقه الدفع في عقد الايجار، طريقه الدفع ممكن تبقى من خلال المحكمه، واكتب في العقد كده، ولا ممكن تبقى كل 3 شهور او كل شهر او كل 6 شهور حسب اتفاق العقد. طيب القيمة الإيجارية عندي اسمها rental value. يعني إيه القيمة الإيجارية؟ هكتبها لكم عشان نقولها. أهي عندي القيمة الإيجارية اسمها إيه؟ شايفينها واضحة ليكوا؟ ها؟ واضحة ليكوا ظاهرة؟ القيمة الإيجارية مش سامعاكم، مش rental value. طيب rental value دي مفروض إيه؟ الطرفين، طرف واحد بس هو اللي بيحددها ولا لازم اتفاق الطرفين؟ اتفاق الطرفين. طيب هنا بيقول parts agreed that the rental value of the premises and its related facilities. يعني إيه facilities؟ يعني ايه فاسيلتيز؟ تسهيلات في العادي، لكن هنا معناها ايه؟ اهي فاسيلتيز لما تيجي مع عين مؤجره يبقى اسمها مرافق. فاسيلتيز هنا بمعنى فاسيلتيز المذكوره في العقد هنا بمعنى ايه؟ مرافق. يبقى ممكن نعيد تاني مع بعض الاكسبريشنز اللي قلناها. أول حاجة عندي العين المؤجرة اسمها إيه؟ العين المؤجرة leased premises أهي قدامكم. العين المؤجرة اسمها إيه؟ leased premises. leased يعني إيه؟ leased لوحدها يعني إيه؟ لا، مؤجرة، والعين نفسها أو المكان اسمها premises. طيب بعد كده لما بدخل في وصف العين المؤجرة description of the premises، يبقى ده تاني بند عندي. طيب تالت بند عندي ايه هو؟ rental value. تالت بند عندي اللي هو rental value. طيب قلنا أول حاجة ببتدي بيها العقد بيبقى الديت. أول حاجة بنبتدي بيها شكل العقد الخاص بينا. لو سمحت تاني هقول الصوت. طيب اول حاجه بنبدا بيها شكل العقد الخاص بينا الديت. بعد كده بننزل نقول ايه؟ اطراف العقد. مين هم اطراف العقد؟
اللي هم اسمهم ايه بالانجلش parts of the agreement اللي هم lessee and lesser عشان الناس اللي مش حافظاهم اهو. واضحين شويه؟ طيب يبقى parts of the agreement عندي اللي هم lessee and lesser. طيب اتكلمنا على حاجتين مهمين قوي وقلنا ايه الفرق بين الدفع وبين القيمة الإيجارية وايه الفرق بين الإنهاء والانتهاء. طيب قلت تاني لو انا اخليت وما بقتش ادفع القيمة الإيجارية كل شهر او على حسب ما هو متفق عليه بيحصل حاجة اسمها ايه؟ بيحصل حاجة اسمها termination. بيحصل انهاء ولا انتهاء؟ يبقى اسمها ايه؟ بيحصل حاجة اسمها termination. طب لو انا اخدت العين المؤجرة دي واجرتها من الباطن دي اسمها ايه؟ ده اسمه ايه؟ الايجار من الباطن ده اسمه ايه؟ سابليس. يبقى تاني لو احنا اخلينا بالرنت الفاليو او لو احنا اخلينا بالبيمنت ميثود او بالصب ليس بيحصل ايه؟ اكسبايريشن ولا ترمينيشن؟ ترمينيشن. طب واكسبايريشن دي بتحصل امتى؟ اكسبايريشن بيحصل امتى؟ لما مدة العقد ايه؟ تنتهي خالص اللي احنا اتفقنا عليها. طيب في حاجة تانية احنا قلنا ينفع نعمل ترمينيشن من غير انذار؟ ينفع نعمل ترمينيشن من غير انذار؟ طيب والانذار ده اسمه ايه؟ النوتس ده بيبقى قبل ولا بعد؟ النوتس ده المفروض يوصل قبل ولا بعد؟ قبل. قبل بقد ايه؟ ها؟ يا ريت بس يعني يا ريت الصوت طيب قلنا عشان نعمل ترمينيشن لازم يكون اخذنا اجراء الناطس والناطس ده بيبقى قبل ولا بعد؟ قبل. يعني ايه؟ يعني ايه انذار مسبق؟ يعني ايه انذار؟ ها اسمه prior notice. prior notice يعني ايه انذار مسبق؟ اهي كلمه ايه او الاكسبريشن على بعضه بره اكسبيريشن. ها انذار مسبق اسمه prior notice. اسمه ايه؟ prior notice. طيب نرجع تاني للقيمة الإيجارية عندنا. ما احنا قلنا حسب القانون المصري وقالوا حسب القانون 15 يوم. 15 يوم او على حسب العقد. طيب المادة الرابعة عندي ايه هي؟ المادة الرابعة عندي ايه هي؟ السداد. السداد دي اللي هي بالانجلش ايه؟ payment. السداد عندي اللي هي اسمها payment.
يبقى السداد عندي اللي هي ايه؟ هل السداد ليه طرق مختلفة ولا طريقة واحدة؟ انتوا يعني متخيلين ان انتوا صوتكم اعلى من صوتي؟ انتوا عدد كبير قوي فصوتكم اعلى من صوت الميكروفون. معلش لو سمحت ممكن الصوت. الصوت لو سمحت. طيب السداد عندنا اللي هو payment. ايه هي طرق السداد عندي؟ لما انا ادفع على حسب طبعا حسب ما ينص عليه العقد، حسب اتفاق الاطراف. طب كل شهر معناها ايه بالانجلش؟ عندنا كل شهر ايه؟ per month او monthly. per month or monthly. اهي طرق السداد هتبقى عندنا بالشكل ده. طب ولو كل 3 شهور؟ يبقى كل شهر عندي يا اما بير مانث او مانثلي. طيب وكل 3 شهور؟ ها عندنا حاجه اسمها بير 3 مانثس، وطبعا مش هنقول تي اتش لو المانث جمع، او كوارترلي يعني ربع سنوي. يبقى كل 3 شهور اسمها ايه؟ كل 3 شهور اسمها ايه؟ كوارترلي. دي بندفع فيها كم مرة في السنة؟ دي بندفع فيها الإيجار كم مرة في السنة؟ 4 مرات. طيب ونص سنوي كل 6 شهور؟ ها اسمها سيمي annually. يبقى اسمها ايه؟ سيمي annually. لا يعني لما اجي اتناقش معاكم واطلب منكم تقولوا لي ايه هي الميثودز اوف بيمنت؟ ايه هي الميثودز اوف بيمنت؟ ها؟ ميثودز اوف بيمنت ذا رنتال فاليو. سؤال اهو. هتبقى ايه اول حاجة؟ per month or monthly. تاني حاجة quarterly. تالت حاجة semi annually. طيب هو لو احنا اتفقنا على طريقة دفع معينة في العقد وانا غيرتها من غير ما نرجع للعقد، ده يعمل انهاء ولا انتهاء ولا يعمل ايه؟ نقدر نعمل بيه انهاء، نقدر نعمل بيه انهاء. طيب ممكن تقولوا معايا ايه اسباب الانهاء؟ ايوه بالظبط، نقولهم تاني. ايه هم اسباب الانهاء بقى؟ اول حاجه سابليس. سابليس يعني ايه؟ تأجير الباطن. طيب تاني حاجه البيمنت ميثود. تاني حاجه الايه؟ اللي هي طريقه الدفع اسمها ايه؟ او الدفع البيمنت. يبقى اول حاجه سب ليس، وتاني حاجه بيمنت. طيب تالت حاجه لو انا لقيت ان المستاجر بيعمل اضرار في العين المؤجره اقدر انهي؟ ها اقدر انهي عشان ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها فيوليشن للدم او دامجز. اضرار يعني ايه؟ أضرار يعني إيه؟ damages. طيب يبقى إحنا دلوقتي عندنا 3 أسباب للإنهاء، 3 أسباب للإنهاء. أقدر أنهي قلت من غير إنذار؟ إنذار قبل ولا بعد؟ قبل. والإنذار اسمه إيه؟
الإنذار اسمه إيه؟ نادس. وبيكون في خلال، بيكون في خلال إيه؟ 15 يوم أو على حسب العقد. طيب article number 5 عندنا إيه هي دلوقتي؟ تفتكروا إيه بعد كده؟ العقد العربي العادي بيبقى فيه إيه؟ إيه هي البنود اللي فيه؟ هما الأول كم بند؟ تفتكروا هما كم بند؟ ها؟ على حسب. بس هو العقد اللي عندنا 15 بند. ممكن يزيد. طيب المفروض ايه البند اللي يجي بعد كده؟ مدة العقد. ايه هي مدة العقد؟ اسمها ايه مدة العقد؟ Yeah, duration of the contract. Contract, duration of the contract. يبقى البند الخامس عندي اسمه ايه؟ ايه هو البند الخامس؟ Duration of the contract. ايه هو البند الخامس عندي؟ Duration of the contract اللي هو مدة العقد. لو سمحت الصوت تاني، ده هو مش تاني، هو دي مرة كتير يعني. لو سمحت لو سمحت الصوت. طيب البند الخامس عندنا، البند الخامس duration of the contract. وممكن أبدل كلمة contract بإيه؟ ممكن أبدل كلمة contract بagreement. آخر بند عندنا duration of the contract، آخر بند إحنا قلناه، لكن إحنا لسه عندنا بنود تانية. طيب مفروض ان مدة العقد دي بنحدد فيها ايه؟ مدة العقد بيتم تحديد ايه فيها؟ البداية والنهاية. طيب ممكن نقول ايه هي البداية والنهاية، المصطلحات الخاصة بالبداية والنهاية؟ اوكي. يعني ايه بداية لحد ما نكتبها؟ بداية يعني ايه؟ starting or commencing. طيب ونهاية؟ ending. يبقى البند رقم 5 أو duration of the contract بنذكر فيه إيه؟ the commence of the contract and the end of the contract، يعني بداية ونهاية العقد، بداية ونهاية العقد. step by step كده عشان نراجع إحنا قلنا إيه كله. أول حاجة عندي بتبقى في شكل العقد إيه؟ كده شايفين ولا اكبر الخط شوية؟ اول حاجة عندي في شكل العقد ايه؟ الديت. بعد كده بننزل ايه؟ ينزل عندنا ايه بعد كده؟ اطراف العقد اللي هما parts of the agreement.
واقدر اغير كلمه اجريمنت واخليها ايه؟ عايزه اشيل كلمه اجريمنت خالص، احط بدلها ايه؟ كونتراكت. طيب قولوا لي مين هم اطراف العقد؟ الفيرست بارتي اللي هو بيكون لسي، يعني الطرف الاول المستاجر. طيب والطرف الثاني؟ احنا عندنا في شكل العقد هنا المستاجر، ما تختلفش على حسب العقد. نعم، المفروض على حسب عندكم بيبقى ايه؟ الطرف الاول المؤجر. ده على حسب القانون يعني ولا ده شكل العقد؟ طيب عامة انا غيرتها اهي، والطرف الثاني يبقى غيرناها، خلينا الطرف الاول المؤجر لسر والطرف الثاني لسي. طيب بعد كده بننزل ارتكل نمبر 1. يعني ايه ارتكل نمبر 1؟ يعني بند اسمه ارتكل. بند اسمه ايه؟ ارتكل. طيب عندي ارتكل نمبر 1 اسمها ايه؟ العين المؤجره اللي هي ايه؟ ليست بريمسز. يبقى العين المؤجره اسمها ليست بريمسز. وبنقول ايه في العين المؤجره؟ بنقول ايه في البند ده؟ ها؟ بنقول عنوان العين، وبنقول ايه كمان؟ يعني ايه اهليه؟ الشخص يعني عنده اهليه تؤهله، ها؟ يعني سليم فكريا وعقليا، تبقى اسمها ايه؟ كاباسيتي. يبقى الاهليه اسمها ايه؟ كاباسيتي. ايه؟ مش فاهمة حضرتك، مش سامعاك كويس. تمام، احنا بناخد الاكسبريشنز الأساسية. عقد الإيجار، عقد الإيجار. تمام، وبالتمهيد معاه. تمام، اصل عقد الايجار يعني مش لازم يكون تمهيد ولا حاجه. عقد الايجار مش لازم يكون تمهيد ولا حاجه، مش محتاج يعني. انما عقد البيع هو اللي بيبقى فيه تمهيد، وبعدين التمهيد ده اجتهاد بقى، يعني بيكتب بايجاب وقبول صادر من الطرفين اتفق على ما ياتي كده يعني. اهم حاجه البنود الاساسيه في العقد. طيب البند الثاني عندنا ايه هو؟ البند الثاني في العقد description of the premises. يبقى تاني بند عندي في العقد ايه هو؟ وصف العين، description of the premises. وبيتم فيه وصف ايه؟ وصف العين. وايه المرافق ولا لا؟ بنوصف فيه المرافق ولا لا؟ طيب يعني ايه مرافق؟ facilities. طيب article number 3 عندي بتبقى ايه؟ article number 3 عندي ايه هي؟ ها؟ rental value.
من rental value payment. قلنا طبعا في فرق كبير. ايه الفرق بين rental value and the payment؟ ها حتى بالعربي rental value ده ايه؟ ده القيمة الإيجارية المتفق عليها. طيب البيمنت نفسها الطريقة. طيب احنا قلنا كم طريقة؟ ثلاثة. ايه هما؟ per month وايه كمان؟ ها per month or monthly. لا قلنا ثلاثة. per month or monthly دي واحدة. وست شهور. لا احنا قلنا ثلاثة. هندفع كل سنة؟ دي هتبقى دفعة كده. كده مش ايجار، دي تمليك. طيب. طيب ايه هما البيمنت عندنا؟ السداد اللي هي ممكن تكون per month، ها quarterly، وايه كمان؟ semi annually. وايه رابع حاجه؟ سنوي annually. زودناها، هي نصف سنوي اسمها سيمي انولي، فتبقى سنويا تبقى انولي. يس. طيب ممكن تقولوا لي ايه هي اسباب الانتهاء؟ الانهاء. اسباب الانهاء ايه هي؟ الاول انهاء يعني ايه؟ انهاء الاول يعني ايه؟ termination. وايه كمان عندنا حاجة بقى التانية اللي اسمها الانتهاء، دي اسمها ايه؟ expiration. expiration yeah. طيب يبقى انا عندي termination و expiration. طيب مين فيهم اللي بيتذكر في البند الخاص ب duration of the contract؟ لما بنيجي نكتب الارتكل الخاص بـ duration of the contract بنذكر الـ termination ولا الـ expiration؟ expiration. طيب ممكن تقولوا لي ايه هي الـ reasons for termination اللي احنا قلناهم يعني؟ ها؟ يعني ايه تأجير من الباطن؟ sublease. وايه كمان؟ البيمنت. ممكن ان انا لما اغير البيمنت ميثود ده يعمل ايه؟ ده يعمل ايه؟ ترمينيشن. وقلنا حاجه كمان ايه هي؟ دامجز. طيب في حاجه مهمه جدا او شرط اساسي علشان اقدر اعمل ترمينيشن، اللي هو ايه؟ اللي هو انذار. انذار بعدها ولا قبلها؟ قبلها. طب اسمه ايه الانذار اللي قبلها؟ prior notice. طبعا حاولنا نتكلم على المده بتاعته بس قلنا بتختلف على حسب ايه؟ الاتفاق للعقد. طب ولو مش مذكوره في العقد؟ بيبقى 15 يوم. طب ولو حصل ترمينيشن من غير انذار يحصل ايه؟ ما يحصلش اصلا، يبقى غير قانوني، ما يقدرش يطلعه اصلا. طيب عندنا بقى حاجه بتحصل بعد الترمينيشن اسمها طرد، صح؟ الطرد ده ايه؟ الطرد ده بيحصل امتى؟ يعني ايه كلمة طرد؟ eviction. يعني ايه كلمة طرد؟ expression الخاص بطرد ده ايه؟ eviction.
طيب الإيفكشن ده بيحصل إمتى؟ لما بياخد حكم بالطرد، ملوش دعوة بالإنهاء؟ عندكم في القانون أنا بسألكم، بيحصل إمتى الإيفكشن ده؟ أسبابه يعني؟ لا أنا عايزة حد يقول لي حاجة أسمعها، قولوا لي الإيفكشن ده بيحصل إمتى؟ أقدر آخد إمتى على حد حكم بالطرد وإيه الإجراءات؟ يعني شخص ما بيدفعش الإيجار؟ على فكرة أنا ما بقولش، أنا بسأل عشان أنتوا سامعيني مش سامعيني كويس. أنا بسألكوا على حسب قانون عقد الإيجار المصري، إمتى يحصل إيفكشن؟ إمتى يحصل طرد؟ لما أخد حكم. حكم بإيه بقى؟ بسببه ايه سببه؟ الفيوليشن. يعني اقدر بسبب الاضرار اخد حكم بالطرد، صح؟ وبسبب ان انا ما بدفعش اقدر اخد حكم بالطرد. تمام. يعني نقدر نقول الخطوه الاولانيه الانذار والانهاء، دي الخطوه الاولانيه، صح؟ وبعد كده بنضطر ناخد حكم قضائي. انا عايزه اوصلكم بس الاكسبريشن بتاع حكم قضائي ده. محدش بينفذ. طيب حكم قضائي يعني ايه؟ عشان بس انا عايزه اوصلنا للاكسبريشن بتاع حكم قضائي. حكم قضائي يعني ايه؟ judicial judgment. هو في جاي ناقصة. judicial judgment يعني ايه؟ judicial judgment لا محتاجاكم تركزوا، عشان نعمل eviction لازم ناخد ايه؟ judicial، هي ناقصة جاي، لازم ناخد ايه؟ judicial judgment، لازم ناخد ايه؟ حكم قضائي اللي هو اسمه ايه؟ قدامكم اهو judicial، اسمه ايه؟ judicial judgment. يبقى عندنا termination، وبعد قبل termination لازم يكون في ناقص، بعد الناقص بيبتدي يحصل termination، بعد termination بنعمل ايه؟ بناخد ايه؟ judicial judgment عشان نعمل eviction. عشان نعمل ايه؟ eviction لازم كمان حكم قضائي. اوكي طيب، يعني ايه تسليم العقار او تسليم العين المؤجرة؟ اسمها ايه؟ تسليم معناه ايه؟ ها التسليم ده دليفري. التسليم اسمه ايه؟ دليفري. طيب المفروض ده التسليم بيبقى على مين من الاطراف؟ ها بيكون على مين من الاطراف؟ اللسر ولا اللسي؟ على مين؟ على اللسر. على الاثنين؟ لا تسليم قبل ما انا لسه بقول ده، قبل العقد يبقى التسليم على مين؟ على مين؟ على اللسر. طيب تفتكروا ان هو لو اتاخر عن ميعاد التسليم ده يقدر نعمل بيه ترمينيشن؟ ها لو مذكور في العقد نقدر نعمل ايه؟ ناخد ناقص لكن ما ننهيش. بس في حد بيقول ان الانهاء لازم حكم محكمة. ايوه
لو في اختلاف بين الطرفين لازم حكم. والحكم اسمه ايه؟ judicial judgment. Thank you. طيب نرجع لبنود العقد. يعني لما الصوت وطي وركزنا الموضوع بقى افضل. ما بقوا كده على طول المستفزين. ايه ده؟ هلا هو احنا هو يا اساتذه هو احنا هنتناقش مع بعض و هنتناقش مع بعض مش نتناقش مع ال لا عادي ما يتناقشوا معايا. ايوه يا بيبي بص بس يا بيبي احنا يعني احنا مفيش مشكله بقى احنا النقاش ظاهره صحيه جدا عشان تبقى عارف يعني النقاش بين المحامين في موضوع يخص ده حاجه ده العلم الموضوع يعني. لكن احنا بنتكلم في بتتكلم في الحقوق في الانتهاء والكلام ده كله. طب ممكن يبقى العقد ينتهي ويتسلم العين المؤجره وبدون الحصول على حكم قضاء خالص. يعني عقد محدد المده 10 سنوات او 9 سنوات وجه هتنتهي العلاقه الايجاريه في 1/1/2020 بيجي المستاجر يسلم العين المؤجره طبقا للتاريخ المحدد في العقد وخلص بدون اللجوء للقضاء. مش عايزين حكم ولا حاجه. لا لو ما سلموش بقى المحكمه. طب ما هو الكلام ده احنا اتفضل يا دكتور. هي المناقشة بس عشان العلم كتير بس فالعملية يعني لا. طيب يبقى اللي احنا كنا بنتناقش فيه دلوقتي ان ده سبب رابع من اسباب الانهاء اللي هو ايه؟ تأخير ميعاد التسليم. ايه هو تأخير ميعاد التسليم؟ ايه هو تأخير ميعاد التسليم؟ البند اللي بعد كده ايه؟ لو تفتكروا ها مدة ايه؟ مدة ايه؟ احنا لسه ما قلناش مدة العقد. البند السادس عندنا ايه هو؟ احنا خلصنا duration of the contract رجعنا تاني duration of the contract. نراجع البنود مع بعض عشان ممكن يكون في حاجة عملنا لها سكاب. الخمسة المادة الخامسة عندنا ايه هي؟ duration of the contract. duration of the contract. طيب احنا قلنا احنا بنذكر في duration of the contract ده ايه؟ بنذكر ايه وايه؟ بداية والنهاية. طيب قلنا بداية يعني ايه؟ commencing ونهاية ending. طيب بعد كده دخلنا في البند الخاص بايه؟ الدليفري اهو. طيب السادس كان دليفري. طب السابع ايه هو عندنا؟ اللي احنا بقالنا شوية بنتكلم فيه اسمه ايه؟ انتهاء. الانهاء. سوري الانهاء. الانهاء ده اللي هو ايه؟ termination. طيب نقول بسرعة بقى الفور ريزنز للترمينيشن بسرعة. ها سابليس ايه؟ payment. ها damages delay in the delivery of the premises. يبقى سابليس أول حاجة payment damages delay in the delivery of the premises. إيجار من الباطن
أو تغيير طريقة من طرق السداد أو الأضرار أو إيه؟ تأخير في تسليم العين المؤجرة. طبعاً في أسباب تانية. طيب وقلنا الإكسبيريشن مفروض بيبقى ذكر في أنهي بند؟ في البند الخاص بإيه؟ الإكسبيريشن بيبقى خلص في بيبقى ذكر في إيه؟ في duration of the contract، في البند الخاص بإيه؟ duration of the contract. آخر حاجة ما تقلقوش، هناخد آخر بند بس. طيب آخر بند عندنا اللي هو إيه؟ مبلغ التأمين. إيه هو مبلغ التأمين؟ هو ليه كذا معنى بس إحنا عندنا اسمه إيه؟ security deposit أو deposit لو عايزين. أوكي؟ يبقى مبلغ التأمين ايه؟ نقدر نقول عليه ايه؟ ديبوزيت. مبلغ التأمين ديبوزيت. طيب احنا العقد اللي عندنا هنا بيقول ان الشخص اللي هو المستأجر لو خلص لو انهى العقد في السنة الاولى بيبقى للمؤجر ليه حق ان هو ياخد الديبوزيت. ده قانون ولا اتفاق؟ المبلغ التأمين ده مفروض ايه؟ يعني ايه الحاجة اللي تخصه في القانون؟ لازم يرد ولا لا؟ اه بيرد. لازم يرد؟ طبعا. التأمين ده ايه؟ بيضمن المستأجر استعمال بالنسبة للعين المؤجرة ويحافظ على كل الحاجات اللي موجودة، وإذا ثبت إن في تلف هو بيسلمه وكده بيتخصم من المبلغ. يعني لو لم توجد اي دامجز ما ينفعش ما يرجعش الديبوزيت، صح كده؟ طيب يعني ايه استرجاع المبلغ؟ ريفاند. وريفاند دي هتستخدموها مع استرجاع اي مبلغ مالي. يعني حضرتك او حضرتك دفعتوا اي حاجة وعايزين تسترجعوا المبلغ المالي الخاص بيها بنعمل حاجة اسمها ايه؟ ريفاند. يبقى ريفاند معناها استرجاع ايه؟ مبلغ المالي. ريفاند هي استرجاع اي مبلغ مالي. وطبعا الريفند ده بيتم بعد ايه؟ after the end of the contract، بعد ما العقد بايه؟ بينتهي. compensation بنعوض، هو ياخد مستحقاته وانا اخد، صح كده؟ compensate. تعويضات يعني كل واحد، يعني ده بيعوض المستحقات الخاصة بيه وداخد، يعني بنخلص مستحقاتنا. طيب كده المفروض ان احنا اخدنا ايه الارتكلز من عقد الايجار؟ فاكرين في اي حاجة؟ مش فاكرين في اي حاجة؟ ولا حتى قلنا اول حاجه بتبقى ايه هي؟ الديت. في ناس فاكره ايه؟ وبعد الديت parties of agreement اللي هما lessee و lessor. وبعد parties of agreement البند الاول article number 1 leased premises و article number 2. طب قولوا معايا البنود وخلاص. ها article number 2 ها
Description of the premises. طيب article number 3 عندي rental value. Number 4 payment. Number 5 delivery. Number 6 duration of the contract. هو من الواضح ان انتوا اخر حاجه وصلت لكم كانت number 5. طيب number 6 duration of the contract. 7 termination. و 8 deposit, insurance payment or security deposit.